بعد انتهاء موسم طويل جدا جدا وموسم شاق جدا جدا جدا، ولكن سعادتنا بكم المكاسب اللي احنا حصلنا عليها هذا الموسم في ظل يعني أجواء كانت صعبة جدا، مطبات عدينا بيها بسلام، ووصلنا للفوز ببطولة الدوري العام بفارق مريح من النقاط. النهاردة كانت آخر مباراة للزمالك، الزمالك لعب بجد بالناشئين، مش ولا لعيب من الفريق الأول، مفيش ولا لعيب مطعم من الفريق الأول، كلهم ناشئين، كله، مفيش ولا واحد، ولا في الدفاع ولا في الهجوم ولا في الاحتياطي ولا في أي حد، كل لعيبة الزمالك واخدة راحة بما فيهم اللعيبة الأجانب، بما فيهم اللعيبة حتى الناشئين اللي بيلعبوا مع الفريق الأول زي حسام عبد المجيد، زي سيد نيمار، كل دول ما كانوش موجودين، وبالتالي النهاردة أكيد لينا بعض المكاسب من هذا اللقاء. في النهاية ثلاث مباريات لعبناهم بدون دوافع بعد ما كسبنا بطولة الدوري، كانت أول مباراة أعتقد كانت للاتحاد السكندري، لعبنا مطرود منا واحد واستطعنا إحنا نعود في اللقاء بنتيجة 1-1، ثم لعبنا ماتش المصري، ثم لعبنا ماتش إستر كامباني، تقريبا ناقص 25 لاعب مش موجودين، يمكن أراح مستر فيريرا أكتر من 18 لاعب بجانب اللعيبة اللي كانوا مقيدين في القايمة ورحلوا عن الفريق بدري بدري، زي أشرف بن شرقي، زي أبو جبل، زي طارق حامد، زي طبعا أوناجم، زي رزاق سيسي، كل دول ما كانوش موجودين في القايمة بجانب ال 18 لاعب اللي أرحهم مستر فيريرا.